السلام عليكم لجميع المتابعين. اليوم راح اشرح لكم طريقة تنزيل برنامج ليف من ستيم. طبعا اللينك تبع ليف حيكون في الوصف، وطبعا زي ما انتم شايفين البرنامج حيكون فري من ستيم. وطبعا اللي عنده اسئلة طبعا عن البرنامج، في كتير ناس عندهم اسئلة عن الاوكولوس. طبعا بعد ما تنزل البرنامج من ستيم حيطلع لك على اوكولوس بشكل عام. وطبعا لينك ليف برنامج ليف حيكون في الوصف. طبعا بعد ما تنزلوا البرنامج راح يطلع لكم على الديسكتوب، تفتحوا للبرنامج وبتعمل لانش كومبنسيتر. وبعد ما تعمل لانش كومبنسيتر حنضيف كاميرا. لازم طبعا انتوا تضيفوا كاميرا، ولازم تكون الكاميرا اوردي شابكة على البي سي. فانتوا بتعملوا اد للكاميرا. لما تروحوا تكبسوا على التاب على الكاميرا على اليسار، تفتحوا بتعملوا اد للكاميرا وبتحطوا الكاميرا. مثلا انا عندي اللوجيتك بريو. طبعا هيكون لينكات الكاميرات كلها اللي بتقدر تستخدموها في الوصف. وححط 1900 ألف يعني 1K 60 فريم، وراح اسيف. وبعد ما نسيف راح نعمل كروب. قبل ما نسيف بدنا نعمل كروب عشان بس تخلوا الشاشة السوداء اللي هي كلها بتكون هي خضرة، يعني أرضية خضراء وشاشة خضراء. فبنعمل كروب رايت ليفت وتوب زي ما انتم شايفين. ف بتسوي سيف. طبعا بعديها طبعا الكينج هاي درجة ال زي ما تحكي، في درجة بتقدر تعملها للأخضر إنه تزيد، يعني بتخفف الغباش، يعني هي بتخفف الغباش. فبعد ما تخلصوا لازم تعملوا كاليبريشن. طبعا هاي بيسألني هون لازم تعمل، ما عملت كاليبريشن. لازم تعمل كاليبريشن اللي هي عشان تكون الايدين، انا يعني ايدين اللي باللعبة تكون على ايديك في الحقيقة. فبتعملوا كاليبريشن. بعد ما تعمل طبعا بعد ما تكبسوا كاليبريشن لازم تلبسوا النظارة. لازم تلبسوا النظارة على راسكم، بيطلع لكم هذا اللي هو البرنامج. بتعملوا طبعا على اليسار في زر الكاليبريت، بتكبسوا عليه. هلا بتشوفوه هون، انا عم بتأكد من كل اشي انه كل شي مكانه. فبتكبسوا كاليبريت على اليسار تحت. طبعا تعمل كاليبريت، تكبس زي الطخ كأنك بتطخ، وبتقرب على الكاميرا لدرجة انك تغطي الدائرة اللي هي الزائد، يعني دائرة الهاند الكنترولر مع الزائد. وبتصير تدور على الزائد من بعيد في المكان اللي انت بتلعب فيه طبعا عشان يحسب لك الامتار والاف او في. وهون طبعا لازم نخلي الليتنسي اللي هي زي اللاج، فبتخلوه صفر عشان بالضبط بنفس الوقت يلحق ايدك الكنترولر. فبتروح على الروتيشن عشان تخلوا بالضبط الكنترولر على ايديكم. البيتش اعتقد اللي هو الارتفاع، واليو اللي هي يمين او يسار، يعني تحركوها بس. فزي ما انتم شايفين عم بخليها على بالضبط هتكون على ايدي. والاف او في ما بنصح حد يلعب فيها لانه ممكن تبعد او تقرب زي ما تحكوا الكنترولر، يعني بتبعد المسافة او تقربها. بس انتوا لما تعملوا كاليبريت راح تحلوا المشكلة، يعني ما حتحتاجوها. يعني طبعا بالاخر بتعملوا سيف، بتعملوا اوكي في الليف ابليكيشن على البي سي طبعا مش على الفي ار. بعد ما تخلصوا طبعا بعدين بتعملوا على بتروح بتسوي سيف، بتروح بتعملوا كابتشر سيف، بتعملوا كابتشر هي لحالها. انتوا طبعا لما انا جاهز عندي بيت سيبر، بس انتوا لازم تكبسوا بتختاروا بيت سيبر يعني. بعدين بتعملوا سينك وبتفوتوا طبعا على اللعبة. بعد ما تعمل سينك لحالها بتشغل اللعبة، بتفوتوا على اللعبة. وطبعا ما تسكروا برنامج الليف هذا، ما تسكروه لانه يعني هو اللي راح تاخدوا منه الفيديو. طبعا طبعا بعد ما تشغلوا اللعبة او تشتغل اللعبة بترجعوا طبعا على التاب تبع الليف ابليكيشن. طبعا عشان تجيبوا هذا الفيو لازم تعملوا روتيشن بالسيتنج عشان تجيبوا هذا الفيو.
الكل يستفيد من المقطع، وإذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله بساعدكم فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.